السلام عليكم، هذه هي بارتي الثانية. كنا وقفنا الحصة اللي جازت في هذا الجزء هذا ديال فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. قلنا ملي كيكون عندنا الاكسجين صافي ديغرادا لنا الجليكوز البيريفات، والبيريفات اسيتيل كو، اسيتيل كو دخلنا السيكل دو كريبس. من بعد عندنا برودكسيون ديال ان ا دي اش اش بليس، وكذلك اف ا دي و ا تي بي. من بعد هاد ان ا دي اش اش بليس كنمشي كيوقع على اوكسيداسيون في لاشين دو ريسبيراسيون. هادي هي لاشين دو ريسبيراسيون. هنايا اف ا دي كتجي في المرتبه الاولانيه، كتجي في هاد البروتين هذا لي اش بليس كطلع هنايا، والالكترون كيمشيو هنايا كيخلفوا في لاشين ريسبيراسيون هاد على حساب هاد لي بروتين هادوما. من بعد هاد لي الكترون لاكسيبتور ديالهم فينال هو الاكسجين. هاد الاكسجين كيتحولنا للماء. قلنا هاد ان ا دي اش في البوزيسيون ديالها الاولاني، كل ان ا كل واحد ان ا دي اش كتعطي لنا 3 ديال ا تي بي، وكل والبوزيسيون الثاني ديال في بروتين لي كي اكسبتي هاد كيعدل الاوكسيداسيون ديال اف ا دي اش 2 عندو بوزيسيون تاني. كل واحد اف ا دي كتعطي لنا جوج ديال ا تي بي. من بعد وطبعا اش بليس كطلعنا باش كيمشيون هاد البروتين هذا باش كيوقعنا سانتيز ديال ا تي بي. يعني كتكون عندنا ا تي بي زائد الفوسفات كتجي واحد الطاقه كتعطي لنا ا تي بي. وقلنا لي مهم اكسبتور فينال ديال الالكترون هو الاكسجين. صافي هادشي اللي كاين. ودابا غنمشيو نشوفو نكملو على الاسئله ديالنا، عاد نشوفو الفيرمونطاسيون بداوه. قلنا الى قال لك هنا عندنا هنايا الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف، يعني هي تتسانتيزي لنا لا تي بي على الشين دو ريسبيراسيون. عقل عليا فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف. قال لك هنايا الا قال لك شنو هو الميكانيزم ديال البرودكسيون ديال ا تي بي، كتقول له هو فوسفوريلاسيون اوكسيداتيف وكذلك فوسفوريلاسيون ا نيفو دو سيبسترا. هادشي اللي كاين في هاد الاسئله، هاد الاجوبه ديال الاسئله. قال لك هنايا عندنا الفيرمونطاسيون، نبداو فيرمونطاسيون. عندنا الفيرمونطاسيون هو اول حاجه خصك تعرف ان الاكسبتور فينال ديال الالكترون هو موليكيل ولا سيبستونس اورغانيك، هو سيبستونس اورغانيك هذا ياك. قال لك سمعوا مزيان، قلنا قبيلتي هضرنا على ان ا دي اش اش بليس. قبيلتي في الريسبيراسيون هي كتمشي ان لاشين ريسبيراسيون تما كيوقع على اوكسيداسيون. من بعد ملي كيوقع الاوكسيداسيون عاود كتمشي كيوقع على اختزال عاود، هكذا كيوقع كيكون واحد الدوره. فهنايا في الفيرمونطاسيون ان ا دي اش اوكسيدي، هي كيوقع على اوكسيدي كيو. بعد ملي كيوقع على اوكسيدي ولكن مي ني با ريجينيري، ما كيوقع على شي ريجينيري صافي في الاخر في البينوم انرجيتيك. اذا حسبتي ان ا دي اش عاد جبر ان ا دي اش كتساوي زيرو. دائما في الفيرمونطاسيون خصكم تجبروا ان ا دي اش اش بليس كتساوي لنا زيرو. صافي زيرو عندكم الى ساوت في الى ساوت واحد ولا جوج ولا كذا مو من غير زيرو، عرفوا ان تماك خطا، ستساوي زيرو في الفيرمونطاسيون. لان عندنا فلولي كيوقع لنا البرودكسيون بعد كنستعملوها باش باش كتعطي لنا واحد السيبستونس اخرى، لان كتدخلنا في الرياكسيون. يعني كيوقع على اوكسيدي مي نو با ني با ريجينيري. قلنا عندنا لي تيب ديال فيرمونطاسيون بزاف. عندنا الفيرمونطاسيون الكوليك فيه جوج فيرمونطاسيون الكوليك، فيه الفيرمونطاسيون عند ليفير وعند وفيرمونطاسيون عند فيرمونطاسيون الكوليك عند لي بكتيري. دابا غنشوفو هاد عند ليفير خميرة كما كنقولو خميرة. وواحد ليكزومبل ديال هاد ليفير هو ساكاروميس. عقلوا على هاد ساكاروميس.
دائما خصكم تعقلوا على الانواع ديال البكتيريا باش تكونوا كتعرفوا اش من فيرمونطاسيون واش من لافوا كتستعملنا. المهم نكملوا في الفيرمونطاسيون الكوليك شي ليفير. عندك هنايا واحد الموليكيل ديال الجليكوز زائد 2 ADP كتعطي لنا جوج ديال الايثانول، جوج ديال الموليكيل ديال الايثانول زائد 2 CO2 زائد جوج ديال ATP، يعني برودكسيون ديال جوج ATP وليبراسيون ديال جوج ديال CO2، وكذلك عطاتنا جوج ديال الموليكيل ديال الايثانول. وهذا هو الايثانول. عقلوا على هذه حيت غتستعملوها في التمارين CH3 CH2 OH، الفورميل ديال الايثانول. صافي، دابا غنشوفوا الفيرمونطاسيون الكوليك عند لي باكتيري. هذا فيرمونطاسيون عند لي باكتيري، مثلا دابا عطيتكم واحد ليكزومبل هنايا، ليكزومبل ديال واحد البكتيري اسمها زيموموناس موبيليس. هاد زيموموناس موبيليس كتستعملنا لا فوا دو اونترا دو دوروف، والبكتيريات اخرين كيستعملوا لنا الجليكوليز. المهم انا عطيت لك ليكزومبل ديال زيموموناس موبيليس كتستعملنا لا فوا دو اونترا دو دوروف، كنا شرحناها في بارتي الاولانيه ديال الميكروبيولوجي. قلنا ابري كيوقعنا الفيرمونطاسيون، هو اول حاجه في الفيرمونطاسيون كيكون وقعنا لا فوا، اما كيكون وقعنا لا فوا ديال اونتران دو دوروف ولا ديال الجليكوليز ولا بانتوس فوسفات. هاد عاد كيدخلوا لنا في الفيرمونطاسيون صافي، حيت ضروري من لا فوا اونتر دو دوروف ولا الجليكوليز ولا بانتوس فوسفات عاد كيدخلوا لنا في الفيرمونطاسيون. المهم عندك هنا جليكوليز، هنا عاد استعملنا لا فوا دو اونتر دو دوروف هاد زيموموناس موبيليس. جليكوليز عطاتنا جوج ديال الموليكيل، لان في الاونتر دو دوروف كيعطيونا جوج ديال الموليكيل بيريفات وغليسيرالديهيد 3 فوسفات. هاد البيريفات ديريكت غيمشي يوقع له صافي، غيدخلنا في الرياكسيون يعطينا واحد الايثانول، وهاد غليسيرالديهيد 3 فوسفات غيرجعنا البيريفات. تماك وحشيد الرياكسيون كاينين، غيرجعنا البيريفات. من بعد غيرجعنا البيريفات، جوج بيهم يعطيونا البيريفات، جوج ديال الموليكيل ديال البيريفات يعطيونا جوج ديال الموليكيل ديال الايثانول. طبعا البينوم انرجيتيك، البينوم ديال يعني الحصيله هي واحد الموليكيل ديال الجليكوز زائد واحد ADP، عطاتنا جوج ديال ايثانول زائد جوج ديال CO2 عطاتنا واحد ATP. في ليفير عطاتنا جوج، هنايا الاختلاف الواحد كاين بين فيرمونطاسيون شي الكوليك عند البكتيريا وعند ليفير هو هنايا في ATP. هنايا عطاتنا واحد ATP وعند ليفير عطاتنا جوج ديال ATP، هذا الاختلاف الواحد. هنايا دابا فيرمونطاسيون لاكتيك، دابا غنشوفو فيرمونطاسيون لاكتيك. فيرمونطاسيون لاكتيك فيه ثلاثة د لي تيب، فيه لا فوا دو هومو لاكتيك و لا فوا هيتيرو لاكتيك و لا فوا دو بيفيديوم. بيفيديوم تما كيعاد لنا بروديكسيون ديال دلياغور. المهم عندك هومولاكتيك، ليكزومبل ديال البكتيري عندنا لاكتو باسيلي وعندنا ستريبتو كوكيس. الحصيله ديالو مثلا عندك هنا واحد الجليكوز واحد كيعطي لنا جوج ديال اللاكتات زائد جوج ديال ATP، هذا هومولاكتيك، لان هومو يعني ما عندناش ايتيرو، ما عندنا غير واحد الموليكيل صافي. دونك عطاتنا غير واحد النوع ديال الموليكيل هو اللاكتات، اما في ايتيرو عطاتنا جوج ديال الموليكيل مختلفين. وطبعا من بعد غنشوفوا التفاصيل ديالهم، هذا هومولاكتيك وايتيرو لاكتيك وبيفيديوم. نكملوا، قلنا ايتيرو لاكتيك هي واحد الموليكيل ديال الجليكوز عطاتنا لاكتات زائد ايثانول زائد CO2 زائد واحد ATP، عطاتنا جوج ديال الموليكيل مختلفين لاكتات والايثانول. دونك عليها كنقولوا هنايا ايتيرو فيرمونتي.
اما البيفيديو هي ليكزومبل ديال البكتيري بيفيدو، بيفيدو بكتيري بكتيريوم، بيفيدو بكتيريوم. عندك هنا جوج ديال الجليكوز، جوج ديال الموليكيل ديال الجليكوز، شنو عطاونا؟ عطاونا جوج ديال اللاكتات زائد ثلاثة ديال الاسيتات زائد خمسة ديال الاتي بي، خمسة ديال الاتي بي عطاتنا، يعني عطاتنا هنا جوج ديال اللاكتات وثلاثة ديال الاسيتات. من بعد غنشوف التفاصيل ديالو. صافي، هادشي اللي كاين في هاد لي فيديو، ونتمنى تكونوا فهمتوا. وفي الفيديو اللي ما جاي غنشوفوا التفاصيل ديالهم، التفاصيل ديالهم في يعني كل وحده غنشوفوها. مثلا اكزامبل بحال هيدا، بحال هكذا، نوريكم غير الخطاط ديالهم وصافي. يعني قالك هنايا في اومولاكتيك عندك واحد الجليكوز، شنو يوقع له؟ وقع له هنايا، وقعنا الكونسوماسيون ديال جوج ديال الاتي بي، جوج ديال الاتي بي، لان هادي لافوا ديال الجليكوليز. من بعد غندخلهم فيرمونطاسيون، هاد ملي عطانا جوج ديال موليكيل ديال الجليسيرال ديه 3 فوسفات، شنو غيوقع له؟ وقعنا طبعا اختزال ديال ان اد دي اش اش بليس، ها هي اختزال ديال ان اد دي اش عطاتنا هادي. من بعد مهم طبعا التفاصيل ماشي مهمه، هذه مهم هي للحصيله، والحصيله ماشي يعني واخا ما تحفظوش هادوما، ولكن الحصيله خصكم تفهموها. يعني مثلا في اومو لاكتيك، اومو فيرمونتي، شني كيعطينا الجليكوز؟ شني يعطينا؟ يعني خصكم تعرفوا الموليكيل لي برينسيبال، ماشي الموليكيل لي ماشي برينسيبال. موليكيل برينسيبال فحال اللاكتات، فحال البيريفات، فحال باقيين غنشوفو اخرين عاود، فحال السيترات. المهم علينا نكملو. قلنا عطاتنا هنا واحد جوج بي فوسفو غليسيرات. من بعد هنا وقعنا واحد البروديكسيون ديال شنو اسمو، ديال اربعة ديال الاتي بي، ها هي اربعة ديال الاتي بي. هاد اربعة ديال الاتي بي غنرجعو منهم جوج اللي كونسوميناهم هنايا، دونك غيبقاونا جوج ديال الاتي بي. صافي، يعني دونك هنايا في هاد الحالة هادي ربحنا جوج ديال الاتي بي. ومن بعد من لهنا لهنا وقعنا يعني جوج ديال، عطاتنا جوج ديال بيريفات. هاد جوج ديال بيريفات غيعطيونا جوج ديال اللاكتات. من بيريفات من اللاكتات غيوقع له اوكسيداسيون ديال ان اد دي اش اش بليس، دونك ان اد دي اش اش بليس دائما في الاخر كتعطينا زيرو زيرو. صافي، وقع له هنايا اختزال، هنايا وقع له اكسادة. صافي، مي كيوقع له شي ريجينيري بحال الفوسفوريلاسيون اوكسيداتيف في الريسبيراسيون. صافي، هادشي اللي كاين هنايا، ونشوفو نتلاقاو في فيديو اخر نشوفو ايتيرو فيرمونتي.